ازيك يا كيجيتو؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ كويسين في الاجازه؟ مبسوطين؟ طيب انتوا فاكرين المره اللي فاتت احنا خدنا ايه في السيشن اللي فات؟ خدنا كذا ذكر. ايه هم الاذكار اللي احنا خدناها؟ فاكرينها؟ طب نقولها مع بعض كده. خدنا الذكر بتاع الخروج من الدخول من الخلاء، وخدنا ذكر ارتداء وخلع الثوب. طيب هناخد بقى النهارده ذكر تاني، وهو النظر في المرآة. يعني ايه النظر في المرآة؟ يعني لما ببص على نفسي في المراية بقول ايه؟ بقول ذكر. اهم حاجة طبعا لازم المسلم يهتم بمظهره، يهتم بشكله، يبقى مصرح شعره، غاسل وشه، نضيف دايما. ده المسلم المفروض يبقى كده، وبرضه يهتم بنظافتي الشخصية. طيب لما اجي ابص بقى في المرايه بقى عشان اظبط نفسي هقول ايه؟ هقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. يعني ايه؟ يعني يا رب خلي اخلاقي جميله زي ما انا شكلي جميل. يبقى قال رسول الله، هقول ايه اول ما ابص كده في المرايه؟ هقول ايه؟ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. احنا دلوقتي خدنا دعاء النظر في المرآة، بل هو بيقول ايه؟ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. طيب احنا قلنا ايه؟ هنخش الخلاء، الخلاء اللي احنا قلنا التويلت، وبعد كده بنيجي نلبس، وبعد كده بنلبس بنبص في المراية. طيب خلاص رحنا المدرسة ورجعنا، هنعمل بقى ايه؟ المذاكرة بتاعتنا. المسلم المفروض يكون متفوق، المفروض يذاكر كويس، يبقى متميز عن اصحابه كلهم. ففي دعاء قبل ما ابتدي اذاكر بقول ايه؟ اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. بقول برضه الذكر تاني، اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بقول الدعاء ده، الدعاء ده بيساعدني ان انا اذاكر كويس. دلوقتي يا اولاد اخدنا احنا ذكرين النهارده في السيشن دي، اخدنا ذكر النظر في المرآة، ولازم نحاول نقوله كذا مرة عشان نحفظه. تاني حاجة خدنا دعاء المذاكرة، قبل ما اذاكر اقول الدعاء ده عشان ربنا يفتح عليا واذاكر كويس. اشوفكم على خير يا اولاد، والسلام عليكم ورحمه الله.